ما زلنا متابعين معاكم الواقعة والحادثة اللي صحينا عليها النهاردة. وقعة مفجعة وجعت قلوبنا جميعا، انقلاب سيارة فيها 22 فتاة بيشتغلوا في العمالة في الجبل، سقوط سيارة ب 22 وفاة، ارتفاع عدد الوفيات حتى هذه اللحظة لعشر فتيات، عشر فتيات ارتفاع عدد الوفيات حتى هذه اللحظة العشر وفيات. طلعوا 14 بنت من تحت الماء، 4 أحياء. انقلاب سيارة محملة ب 22 فتاة منهم ما زلنا متابعين معاكم الواقعة اللي حصلت صباح اليوم. سقوط سيارة محملة ب 22 فتاة، طلعنا 14 حتى هذه اللحظة، 10 وفيات، 4 أحياء، وما زال الباقي تحت المياه. حالة من الحزن والترقب بين الأهالي على شاطئ الجيزة. هو كده في 19 زي ما احنا شايفين ان تختلف الاقاويل، البعض يقول 22 واخرون يقولوا 26 و27. حد من حضراتكم كان موجود في بداية الواقعة؟ بس دي مش الواقعة الاولى اللي تحصل في المنطقة هنا. لا ده كذا واقعة، كذا مرة، ثلاث معدات كذا برضه بال20، كل سنة كده في واقعة. يعني على طول يعني كان في قرارات الدعم اللي ما كملش ده وصوره الوصل 3 4 سنين في الوصل اللي بنعمل يعني برضه حرام. بص حضرتك المعديه اللي هناك دي الثالثه دي كان فيها حادثه غلقان فيها 13 جنيه. المعديه دي مش اول مره، دي ثالث مره او رابع مره. يعني المعديه الثانيه دي بقى مرتين. لا والمفروض يعني احنا على فكره دي مش العماله بس، دي في مدارس في الناحيه الثانيه، في شغل ثاني، في محطات تصدير، في ما في مدن ثانيه، وبعدين مدن جديده. المنطقه دي ربط بين المنوفيه وبين الجيزه وبين سكوبا. يا بيه دي معديه المحافظه، المفروض ان هي اكثر امان. وبعدين دي اصلا معديه المحافظه، يعني المفروض دي اكثر امان. كارثه زي كده يا مفيش استغنى عن الموالد، مفيش استغنى عن الكوبري، مفيش استغنى عن المعدات. طول ما الكوبري ما اشتغلش، فطول ما المعدات شغاله هيفضل كوارث كل يوم وكل اسبوع هيفضل في كوارث. ماشي اهتمام بس 27% من مستوردات مصر الزراعيه كلها بتطلع من المنطقه دي. يعني دي منطقه حيويه، دي منطقه بيعدي عليها الالاف يوميا. المدرسه الصناعيه الايطاليه والمدرسه الزراعيه ومدرسه وثلاث مدارس ابتدائي ومدرستين اعدادي، في ناس بتيجي من هنا وناس بتيجي من غير مطار سفنكس، مدينه سفنكس الجديده، ابو غالب الجديده، دي كلها تصميمات اكثر في ومنطقه رابطه. وبعدين خلي بالك مش محافظه دي بس، الناس اللي بتيجي من المنوفيه بيعدوا فرع رشيد برضه في معديات، بيحصل كوارث في الناحيه الثانيه برضه، لازم يشوفوا حل المنطقه دي. ايوه بس هو الرك هنا افضل. محافظه المنوفيه كامله بتعدي من هنا. والله مش عارفين بقى. حالة من الحزن والترقب مسيطرة على الأهالي على الشاطئ مياه الجيزة. زي ما قلنا لحضراتكم انقلاب سيارة محملة ب 22 فتاة سقطت في المياه، تم انتشال 14 بنت، 4 أحياء و10 وفيات، وما زال الباقي تحت المية. دعوات الأهالي على الشاطئ، يا رب ألطف ببناتنا، يا رب طلع بناتنا سواء أحياء أو أموات. اخر خبر هذه اللحظه ان كان في 26 بنت تحت الميه، مصدر امن، طلعنا 23 بنت، 8 احياء ان شاء الله، 8 احياء و 3 تحت الميه. كم 16 بس 26 كم احياء؟ 8 8 منهم
15 وفاة. ارتفاع عدد الوفيات ل 15 وفاة. ارتفاع عدد الوفيات ل 15 وفاة. المعلومة المؤكدة من مصدر أمني إن كان في 26 فتاة تحت المية، انقلاب بالسيارة ب 26 فتاة، تم انتشال 23 بنت منهم 15 وفاة، والباقي مازال في 3 بنات تحت المية. المعلومة الأكيدة حالا من مصدر أمني إن كان في 26 العربية كان بها 26 بنت، 26 بنت. حتى هذه اللحظة ارتفع عدد الوفيات ل 15 حالة وفاة. لحظة انتشال السيارة اللي كانت محملة بالبنات تحت المية. لحظة انتشال السيارة اللي كانت محملة بالفتيات، كانت محملة ب 26 فتاة، انقلبت في المية من على معدية أبو غالب في مياه الجيزة. عدد الوفيات، ارتفاع عدد الوفيات حتى هذه اللحظة ل 15 حالة وفاة. 15 حالة وفاة، 15 بنت ماتوا، 15 بنت ماتوا لحد هذه اللحظة. المعلومة المؤكدة ان كان في 26 بنت داخل السيارة. حالة من الحزن، حالة من الترقب، مسيطرة على الاهالي على الشاطئ. الدعوات يا رب ألطف ببناتنا، يا رب طلعهم سواء كانوا احياء او لا قدر الله بعد الشر اموات. شفنا مع حضراتكم لحظة انتشال السيارة من المياه، لحظة انتشال السيارة من المياه.